سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. يعني الإنسان يقرأ في اليوم عشرات النعوات، لكن في أحد الأيام لا بد من أن يقرأ الناس نعوته، فماذا أعددت لهذا اليوم؟ نحن جميعاً ندخل إلى المساجد لنصلي، لكن يقيناً هناك يوم ندخل فيه إلى المسجد في نعش ليصلى علينا، فماذا أعددنا لهذا اليوم؟ نحن جميعاً نخرج من بيوتنا على واقفين على قدمين بشكل عمودي، بس في مرة واحدة نخرج من بيوتنا بشكل أفقي في نعش، فماذا أعددنا لهذا اليوم؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. الكيس العاقل الذكي من دان نفسه، ضبط أموره، ضبط دخله، ضبط إنفاقه، ضبط بيته، ضبط نسائه. العاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لذلك قيل: من حاسب نفسه في الدنيا حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراً، ومن حاسب نفسه في الدنيا حساباً يسيراً كان حسابه يوم القيامة عسيراً. رأى النبي تمرة على السرير فقال: يا عائشة، لولا أنني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. طاقت نفسه أن يأكل تمرة، لكنه خشي أن تكون من تمر الصدقة. لذلك قالوا: ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. المخلط الذي خلط عملاً صالحاً بعمل سيء. أخواننا الكرام، يعني آلية المحاسبة أن تخلو مع نفسك كل يوم دقائق: لما فعلت هذا؟ لما تركت؟ لما أعطيت؟ لما منعت؟ لما وصلت؟ لما قطعت؟ لما غضبت؟ لما رضيت؟ لما ابتسمت؟ لما عنفت؟ لما ضربت؟ لما حاسبت؟ لما آذيت؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لذلك بطولتك أن تهيئ لربك جواباً. مرة أخ يعمل في عمل يعني حساس جداً، وبإمكانه أن يوقع الأذى بالناس دون أن يسأل، فمرة قال لي انصحني، قلت له: افعل ما تشاء وأوقع الأذى بالناس كما تشاء وزج الناس في السجن كما تشاء، ولكن لا تنسى أن تهيئ لربك جواباً عن كل شيء تفعله. بطولة المؤمن بهيئ لله جواب عن كل شيء يفعله. يعني بعضكم يعمل في التجارة، لما التاجر بتكون حساباته دقيقة يشعر براحة كبيرة جداً، أما إذا في أخطاء بحساباته، في أخطاء بالمستودع، في أخطاء بالزمم، مضطرب دائماً. لذلك المحاسبة مريحة، وعود نفسك أيها الأخ الكريم أن تحاسب نفسك كل يوم. المؤمن الصادق يحاسب نفسه حساب دقيق لا يسامحها، يتهم نفسه دائماً. يقول أحد
التابعين التقيت بأربعين صحابياً ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقاً من شدة خوفه من الله. سيدنا عمر عملاق الإسلام، جاء سيدنا حذيفة قال له بربك اسمي مع المنافقين؟ قال له معاذ الله يا أمير المؤمنين، من شدة خوفه من الله. أخواننا الكرام، التعريف الدقيق للمحاسبة أن تميز ما لك وما عليك، أن تعرف ما لك وما عليك، وأن تؤدي الذي عليك، ولك أن تطالب بالذي لك. التعريف الدقيق للمحاسبة أن تعرف يقيناً ما لك وما عليك، وأن تؤدي الذي عليك، ولك أن تطالب بالذي لك.